محتاج افتح الباب الصاج ده، اول ما افتحه كده مهم جدا جدا اللي انا عملته في الباب السلك اللي بره ده، اصبح عندي بابين. لكن اضفت اضافه كده لازم اقول لكم عليها علشان اللي عنده المشكله دي والحمام بتاعه بيهرب منه لاي سبب، حتى لو باب واحد يعمل الاضافه دي ما عادش الحمام هيهرب منه. التعديل اللي انا عملته في الباب اللي هو باب الامان، شوف حضرتك انا لما فتح الباب الصاج ده الباب الصاج الطبيعي اللي هو الاساسي بتاعي. في حمام خرج واقف برضه اهو، فانا مطمن دلوقتي ازاي دخلت اهي بيدخلهم. طيب انا عملت الباب التاني ده حتى يكون له ميزه، الباب السلك ده هيكون له ميزه تانيه كمان يا جماعه في الصيف، ان انا افتح الباب الصاج ده وهوي، اسيب الباب السلك ده بس هو اللي مفتوح. طبعا غطيت السقف كده وغطيت الجنب ده كده كمان، قفلت الجنب ده يعني ما يخشش برضه فار ولا يخرج منه اي حاجه ولا يدخل حاجه، تمام كده. طيب التعديل بقى المهم جدا جدا اللي اضفناه المره دي، دي حركه انا كنت شفتها من زمان. شايف دي ايه؟ دي سوسته جبتها من الميكانيكي بتاع الموتوسيكلات او بتاع الفسب اهو، ساعه ما افتح الباب كده واسيبه يقفل لوحده اهو. فطبعا هو بيخبط خبطه جامده، بس طبعا اخرج اجيب حاجه وادخل، لو انا نسيت الباب هو يقفل لوحده حتى لو انا ما قفلتش. وانا كمان اعمل له ترباس من جوه اهوت، لما احب ان انا اكون ورايا شغل كتير جوه بنظف ولا حاجه فامن نفسي بالترباس ده، تمام. زائد ان هو الترباس اللي بره ده طبعا هقفل بيه كده بس كده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.